بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مجالس شمالية، وهذه الحلقة تحديدا في محافظة القريات. أيضا القريات يعني سكانها من كافة قبائل المملكة وتتميز بالعادات والتقاليد كغيرها من مناطق الشمال. الملك سعود الله يرحمه ولي العهد فيصل، وخدمنا بتبوك محرب اليمن. يقول يا سيدي سلمان حب الوطن غرس، بقلوبنا من عهد الأجداد مغروس، قد السفينة وين مرتنا ورس. إن القضايا اللي تحال، القضايا الزوجية اللي تحال المكتب الصلح، 60% من القضايا تنتهي من مكتب الصلح. زرع نزرعوها الرجال المناعير إخوان نوره، ملينين الحديدي بزعامة اللي جبر الحب تجبير. زرع نزرعوها الرجال المناعير إخوان نوره، ملينين الحديدي بزعامة اللي جبر الحب تجبير. هم يحسبونها قصيدة، قالوا قلت عطوني الله هذه ما ينباق انكم ما تعرضوني وتختمونها بالصلاح على النبي. قالوا والله انها بالصلاح على النبي، بس عطنا البيتين. مجالس شمالية بها عزنا الماضي، مجالس